السلام عليكم. ما شاء الله جيت نتكلم لكم على واحد الغلط اللي كيوقعوا فيه الناس الحريفيين فاش كيجيو يبوزيو مثلا هاد لافابو او الفاسك ابوزي وكيديروا واحد العبار اللي كيقدر يجيهم عالي. حنا فاش كنبغيو نخدموا هاد فاش كنبغيو نبوزيو هاد لي فاسك او لي موبل او اي حاجه بحال هكا، شنو خصنا نعرفوا شنو هو العبار اللي خصو يكون؟ حنا ما كنديروش 90، 90 كتكون في الكوزينه، ولكن هنا خصك تلعب ما بين 85 87. اذا كنتي كتعرف الكليان وقال لك دير 90 دير له 90، ولكن الا فتي 90 راه كتولي كدير له مشكل بالنسبه للغسي كتعذبو. يعني دائما فاش يبغي شي اي واحد يبغي يدير الفاسك اوبوزي يجيب فاش يجي المعلم يبوزي له الرخامه او السيريستون او اي حاجه يخدم عليها البلون ترافاي ديالو ضروري يكون عنده بحال هكا الفاسك، خصوصا هاد النوع الفاسكات الاوبوزي ما كيكونش عندهم عبار واحد، يعني خص ضروري يعرف بحال مثلا هذا نوريكم شحال فيه العبار. الضربة تقريبا فيه 11 سنتيم، الضربة فيه 11.5، 11.5 سنتيم، يعني 11.5 سنتيم غادي تنقسم 87 عاد تلصق هادي، يعني هنا غادي تجي فيني، يعني بحال اللي كنقولو دابا هذا هنايا باش نعرفو شحال فيه العبار. دابا هذا هو من الأرض لهنايا 8.5، 8.5 زائد 11 سنتيم ونص هي 92، 92 كيجي معذب كيما قلت لكم خصها تكون 87. دائما كيما اي واحد بغى يركب بحال النوع ديال لي فاسك اوبوزي يدير هاد المساله هادي، يعطي المعلم هادي يعبر عليه ويراقب معاه، يقدر يكون ما كيعرفش يقدر يسها يقول له ديليز على 87، يعني غيشوف العبار ديال هاد الفاسك غينقصو من 87 ويبوزي له الرخامه ديالو ولا سيريستون ولا اللي على حسب شنو عندهم. تالي ما تالي ما بال سيسبوندي تشوفو كيكونوا بهذه الطريقه هذه، يعني كنستخدم هذا العبار هذا. فاش لاحظت بزاف كنجيو بحال هكا كنلقاهم عاليين، يعني دابا هنايا راه واخا كنت تخاد المقاس في الاول هادي راه كنغلط وراه دارو معايا شويه، دابا انا راه جاو عاليين شويه، ولكن ماشي مشكل دابا كيكون في بلاصه نتاع الضياف، يعني الانسان كيخص غير يدو ماشي مشكل، ولكن كون الانسان يغسل وجهه راه غتجي معذبه دائما كيكون عنده مشكل في الدار. نتمنى تكونوا استفدتوا ودائما ندير تساؤل في الكومنت.